وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من بيروت الدكتورة زينة منصور الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا بك دكتورة زينة. إذا هذه الحصيلة من الشهداء والمصابين التي تتزايد مع كل يوم لا يزال فيه الاحتلال الإسرائيلي يحاول توسيع عملياته في الجنوب اللبناني، كيف تقرأينها دكتور، وكيف تقرأين الأماكن التي يختارها جيش الاحتلال في استهدافاته؟ صباح الخير سيد الكريم لحضرتك وللمشاهدين الكرام. لا شك أن التصعيد الحاصل ينبئ بمرحلة صعبة، وأيضا الليلة كانت من الليالي الصعبة على مستوى قوة وحدة الغارات الجوية والاستهدافات. كل ما يجري على الصعيد الميداني إن كان جنوبا وعن التوغل البري والفرق التي تجهز لهذا الدخول، وإن كان عبر الغارات الجوية التي تشهدها ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع والجنوب ومناطق أخرى، كله يشير إلى جولات تصعيدية من هذه المواجهة. ولا شك أن هذا المستوى من التصعيد يستدعي مستوى أعلى وأعلى من المبادرات السياسية والجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لحل ما. ونحن اليوم أيضا كنا أمام ليلة صاروخية في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، و يعني المشهد كان على مستوى أيضا الإيران الإسرائيلي كان حاسما. هذه الضربة الثانية توجهها إيران لإسرائيل إلى جانب ما تشهده الساحة الميدانية في لبنان من حملة برية وحملة جوية. لبنان اليوم جوا محاصر كليا تحت السيطرة الإسرائيلية، وبرا هناك استعدادات لفرق هامة جدا في الجيش الإسرائيلي يتم نقلها من قطاع غزة إلى جنوب لبنان. فإذا المواجهة باتت جوية وبرية، وهذه حرب حقيقية اليوم يشهدها لبنان واللبنانيون. نعم، وربما على ضوء ذات الموضوع دكتورة زينة، بما أن حضرتك أوردت ما حدث من استهدافات صاروخية بالأمس، اليوم ستعقد جلسة لمجلس الأمن لبحث التطورات التي جرت بالأمس في إسرائيل وكذلك مجريات الأوضاع في لبنان. برأيك إلى ماذا ستفضي هذه الجلسة في خفض التصعيد الذي يحدث في لبنان الآن؟ هل ربما تؤثر أم أن الأمر لن يعدو مجرد تلك الجلسات التي اعتدنا على مشاهدتها؟ حقيقة سيكون هناك تنديد دولي برفع وتيرة التصعيد والمواجهة، وسيكون هناك دعوات للتهدئة وللوصول إلى حلول سياسية أو تسويات أو حتى صفقات، لأنه بالفعل الوضع على شفير الهاوية وعلى شفير الانفجار سواء على الساحة اللبنانية أو على مستوى الشرق الأوسط. ولكن إلى جانب الموقف الذي سيصدر عن مجلس الأمن، نشهد موقفين أساسيين، كل من الموقف الإيراني والموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي اليوم على لسان وزارة الدفاع الأمريكية ومجلس الأمن القومي والرئيس بايدن كان مساندا لإسرائيل، ويعتبر أن هذه الضربة الثانية بعد ضربة أبريل نيسان الماضي لم تكن ذو تأثير حقيقي على مستوى الأهداف الاستراتيجية وأنه تم احتواؤها. ولكن بنفس الوقت هناك اعتبار، هناك من يعتبر أن إيران تخطت حدودها فيما يجري، وبالتأكيد سيكون هناك رد إلى جانب الأصوات التي تعلو من اليمين الإسرائيلي بضرورة إسقاط النظام الإيراني وما سوى ذلك. ولكن على المستوى الثاني هناك الموقف الإيراني الذي بدأ منقسما من جناحين. جناح متشدد يمثله المرشد الذي قال أن هناك ضربات قادمة ستكون أقوى وأقوى، وجناح أقل تشددا أو ما يسمى بالصقور والحمائم الذي مثله الرئيس الإيراني بيزيشكيان، الذي قال أن إيران لا تفعل الحرب وأن هذه الضربات أتت في ضمن الرد بحسم على التهديدات التي تعرضت. وربما دكتورة يعني هذه النقطة ربما هي ما تناولها أيضا مندوب إيران في الأمم المتحدة حين تحدثوا أن هذا الرد كان ردا صاروخيا، نعم، لكنه كان عقلانيا وكان حكيما. وربما تتضح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر في جلسة اليوم. وحتى اللحظة أشكرك دكتورة زينة منصور الأكاديمية والباحثة السياسية، شكرا جزيلا لك.